بستان الشهادة حود ريحانا مخضرة معطرة طول الطريق وسط بستان الشهادة تحكي تروي أحلى قصة أمانة من أجل المسيح بين جدران القصور ظهرت أميرة جميلة وأربعين حياة الصلاة تركوا العالم بغنى عاشوا حياة الصلاة وأمام ظلم الطغاة أعلنوا الإيمان صحيح اتحملوا كل التدريب أعلنوا الإيمان صحيح اتحملوا شهادة من أجل السلام لك يا والدي. سلام ونعمة. عاوزين ايه؟ احنا بندور على عم سيلة. انا سيلة؟ انتوا مين؟ الانبا الكساندروس بابا الاسكندرية والملكة هيلانا والدة الامبراطور البار قسطنطين. وانا اثناسيوس تلميذ قداسة البابا. الملكة هيلانا سمعت عن القديسة ديميانا والأربعين عذراء الشهيدات جاية تزورهم وتبني كنيسة باسمهم. ربنا يديم محبتها ويعوض تعبها. يا ريت يا سيلة لو تعرف مكان قبرهم تدلين عليه عشان ناخد بركتهم ونحفظ عظمهم في الكنيسة. عظمهم دي أجسادهم بقالها سنين ما فزدتش. المجد لله في الأعالي. شوقتني أسمع قصتهم وجهتهم. من 50 سنة أو أقل كان الشهيد مرقص والد القديسة ديميانا بيبني مستشفى هناك ناحية وادي البرلس. أنا عايزكم تنتهوا من بنى المستشفى بسرعة والبركة فيك يا كبير البنائين. مجرد ما نخطط الأرض
هنبدأ في حفر الأساسات وكله ينتهي. عظيم عظيم. وانتوا ابعتوا لأطباء اسكندرية علشان يتعلموا. نزود الضرائب شوية. تاخدوا الضرائب من الأغنياء والقادرين بس، وإذا كان حد من الشعب يحب إنه يتبرع خدوا منه بدون أي إجبار. سيد الوالي مرقص، سيد الوالي مرقص. في إيه يا سيلة؟ وريثة البرولس والزعفران نورت قصر سيد الوالي، نورت مصر كلها. ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، أشكرك من أعماق قلبي على عظيم محبتك لي أنا عبدك الخاطئ. بسرعة يا خالتي. على مهلك، كنيسة الميامة قريبة. عايز أشوف دميانة بنت الوالي غرفة عمك، بيقولوا حلوة قوي. على مهلك يا ابني. عاوز ألحق جلبية جديدة وحتة لحمة وحبة شعير. هم هيوزعوا الحاجات دي النهاردة؟ أيوة، بعد معمودية دميانة المنادي قال كده. أعمدك يا دميانة بسم الله، أعمدك يا دميانة بسم الله، أعمدك يا دميانة بسم الروح القدس. بسم الله والابن والروح القدس. مسحة نعمة الروح القدس. أمين آمين. مسحة عربون ملكوت السماوات. أمين آمين. دهن شركة الحياة الأبدية غير المائتة. أمين آمين. مسحة مقدسة المسيح إلهنا وخاتم لا ينحل. أمين آمين. اطمن يا مولاي، جيشنا مستعد، ولو فكروا مجرد تفكير في انهم يحاربوا الآلهة وكاهنهم الأعظم مولاي الإمبراطور دقلديانوس يبقى انتحار. لوسيان، بصفتك رئيس الوزراء، ايه أخبار الإمبراطورية بعد صدور قراراتنا الجديدة؟ الحقيقة يا مولاي، الشعب كله فرحان بتنظيم الضرائب وبناء المستشفيات، وصدقني يا مولاي كل الأساقفة المسيحيين بيذكروك في صلواتهم. وإيه أخبار جوهرة الإمبراطورية مصر؟ الحقيقة يا مولاي، أخيلوس حاكم الإسكندرية بيحكم بينهم بالعدل، والقمح ما بيتأخرش عن ميعاده. وإيه أخبار أعز صديق في مصر؟ تقصد مولاي الوالي مرقص حاكم البرولس والزعفرانة. الناس كلها بتحبه يا مولاي لعدله ولسماحته ولنزاهته ولطيبة قلبه. وبشر القديس مرقس الرسولي بالمسيح في كل رحلاته التبشيرية. وكان بياخد أسرته معاه رحلاته التبشيرية. القديس مرقس كانت حياته كلها للمسيح، عاش بتول. يعني ايه بتول يا ماما؟ بتول يعني ما تجوز زي العذراء مريم وبولس الرسول ويوحنا الحبيب وقديسين كتير حبوا حياة العشرة مع المسيح، فضلوها على كل كنوز الدنيا. لسه عيش زيهم. انا بحب بابا يسوع قوي. كل الاطفال في السن ده بيسالوا كتير، حبهم للمعرفه بيزيد مع سنهم. دي بتسال عن كل حاجه تشوفها او تسمعها. خد بالك يا ابني من كلامك معاها، السن ده بيحفظ كل اللي يسمعه. دي عليها اسئله ببقى مش عارف ارد عليها اقول لها ايه. احيانا بحس ان الاجابه اكبر من سنها. السلام يا سيدنا. سلام والنعم. اهلا اهلا، زي الملائكه. ربنا يحفظك يا بنتي. يلا يا سيدنا يلا. واخداني على فين؟ ننزل الكنيسه نصلي ونقرا في الانجيل. وهنسيب بابا وماما لوحدهم؟ لا. طيب يلا معانا يا ولاد. نكمل إنجيل معلمنا متى الإصحاح الخامس. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات.
طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. معناها إيه الآية دي يا سيد؟ الآية دي معناها إن اللي يحب بابا يسوع من كل قلبه يقدر يشوفه. ماما ليه مش عايزين يروح عند بابا يسوع؟ علشان انت لسه صغيرة. بابا يسوع بيحب الأطفال، قولي له يا ماما ياخدني عنده. علشان تروحي عنده لازم تصلي كتير وتسمعي الكلام. يلا بقى عشان ننام. حاضر. يا بابا يسوع أنا بحبك من كل قلب، وسمعت كلامك اللي بيفرحني ويملاني سلام. أنت أغلى شيء في الوجود بابا يسوع، أنت بتحبني زي ما بحبك. أنا بحبك قوي، وسيدنا الأسقف وبابا وماما كلهم بيحبوك. أحبك يا رب يا قوتي، عطشت نفسي إليك، فمتى أبلغ الميناء بسلام؟ نفسي عطشت لرؤيتك يا مخلصي، فمتى يرتوي عطشي؟ يا حبيبي يا يسوع لا تحرمني من رؤياك، لا تغلق بابك في وجهي. أيوة صديقتك وصلوا يا دميان. خليهم يتفضلوا. أهلاً أهلاً أهلاً. بتصلي لوحدك؟ نكمل الصلاة مع بعض. بس هلانة لسه تعبانة وعاوزين نزورها، تيجي معنا؟ حاضر، بعد ما نكمل الصلاة ونطلب من أجل شفائها ببركة الست العذراء. كريا لا يسون، كريا لا يسون يا رب ارحم. كريا لا يسون، كريا لا يسون ارحمنا يا الله. كريا لا يسون، كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا. أنا كنت عاوز أتكلم معاكي. خير يا أمير مارسيلوس. كنت عاوز أقولك، قصدي كنت عاوز أعرف. اتكلم يا أمير. طبعاً أنت عارفة إن أنا. صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا قائد الحمية. على فين يا بنتي؟ رايحة أزور هيلانا عشان مريضة. والوالي عارف؟ أيوة استأذنت منه دلوقتي. ما تتأخريش. حاضر. دميانة. نعم. خدي حرس معاكي ووصلوك البيت المستشار. المسيح يحرسنا كلنا. سيدي الأمير. دميانة ربة الكمال والجمال. دي يا دوب من نص ساعة ابتدت تتحسن وقامت من السرير. دي بركة شفاعة العذراء. عندي فكرة وهتفرحكم بصحيح. ايه رأيكم نعيش مع بعض في حياة الصلاة والعبادة وناخد فرصتنا في الوحدة والبعد عن العالم؟ سمعت أخبار عن أشخاص تركوا العالم وسكنوا في البرية. يعني المسيح مبارك الطريق ده؟ المسيح بينادينا وبيقول لنا
احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لاني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحه لنفوسكم، لان نيري هين وحملي خفيف. الهنا قوينا، ساعدنا نقدر نقنع اهالينا بعد ما ناخد موافقه سيدنا الاسقف ومباركته لينا. ها خير يا امير مارسيليوس، كنت عاوز تقول ايه؟ روح انت دلوقتي يا فلوبوس. مولاي اتفضل يا مارسيليوس. في موضوع مهم جدا مش عارفه ابتدي ازاي. خير يا ابني؟ لو سمحت لي عايز اتقدم واطلب ايد الاميره دميانة ربة الكمال والعفاف. من ناحيتي انا اعرفك كويس قوي، اعرف اسرتك ومستقبلك وكل اللي يخصك، لكن لازم نعرض الامر الاول عليها وربنا سهل وتوافق. مش فاهم. اصلها رفضت قبل كده كل الخطاب والعرسان اللي تقدموا لها. تتوحدي ازاي يا بنتي؟ مفيش حد قبلك سلك الطريق ده. في رهبان كتير سلكوا في الطريق ده وتوحدوا، وعلى العموم مش هكون لوحدي، هيكون معايا مجموعه من صديقاتي الروحيات. ما سمعناش عن حد من البنات فكر يعيش حياه الوحده. ام النور عاشت حياه البتوليه لحد ما تنيحت، هي تقويني وتعيني بصلواتها. والوالي هيوافق يا بنتي؟ بصلواتك وبكلامك معاه هيوافق. صلي يا بنتي وربنا يرشدك ويقويكي. ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني وعرفتني ودعوتني، التفت إلي وارحمني حتى لا يبقى مكان في قلبي لحب شيء سواك. أفرق ضيقات قلبي، اشرق بنورك داخله، أعني يا إلهي فأنت معين المتكلين عليك. سلام يا سيدنا. سلام يا ابني. كنت عايزني في حاجة يا سيدنا. مش عارف ابتدي ازاي. طبعا انت عارف ان دميانة بنتي. دميانة عايزة تتوحد وتكمل حياتها مع المسيح. الحقيقة يا سيدنا انا من يوم ما ماتت امها وانا مش مخليها تحس باي فرق، بحاول دايما املى عليها حياتها. ازاي هعيش من غيرها؟ أنا حاولت معاها يا ابني كتير لكنها مصممة. فكرة التوحد عندها طريق للوصول للهدف الأسمى، المسيح. وانت موافق يا سيدنا؟ دميانة يا ابني اختارت النصيب الصالح. ربنا يعينك يا إبراهيم العهد الجديد، بتقدم بنتك للمسيح عن طيب خاطر. سيدي الوالي، سيدي الوالي تعبان ولا حاجة؟ أنا جهزت مراكب القمح والغلال للإمبراطور دقلديانوس. روح أنت مع القفلة يا سيلة. ما أقدرش أروح وأسيبك تعبان. ما تخافش اطمن، أنا مش تعبان. يا رب يا يسوع المسيح نور لي طريقي. يا ترى إيه اللي شغله كده؟
أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعونة على عبيدك، وبعدي أمواج الأفكار الرديئة عنا، وانهدي أنفسنا المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، لأنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة، ملكنا وإلهنا يسوع المسيح رجائنا. آمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. السلام لك. أهلا يا سيدنا. إيه يا ابني مالك؟ الأمير مارسيليوس اتقدم يطلب ايد بنت ديميانا. وانت رايك ايه؟ ارجوك يا سيدنا تحاول تخليها توافق، انت عارف نسبه وحسبه واخلاقه. اهدى يا ابني اهدى. نفسي افرح بيها، نفسي اشوف ولادها. بعد ما ماتت امها بقت هي كل حاجه في حياتي، ازاي هقدر اعيش من غيرها يا سيدنا؟ ازاي ازاي انا هطمن عليها؟ ارجوك ارجوك يا سيدنا خليها توافق ارجوك. ديميانا يا ابني اختار الطريقه، ما تبقاش انت العصرة اللي في سكتها. طب وهنا يا سيدنا؟ خليها تعيش في مكان جنبك. بابا مش قادر يفهم فكرة الوحدة والحياة للمسيح. كل شيء في أوله بيكون صعب، مش ممكن هيتقبلوا فكرة الوحدة بسهولة. دي حتى بنت الوالي أبوها عاوز يجوزها. معقولة؟ كل دي معوقات من عدو الخير اللي احنا بينصرنا عليه ويبدد كل عقبة في طريقنا. يا ريت نخلي ثقتنا في الرب يسوع. وزعين الرب على خائفيه، على الرجين رحمته، لينجي من الموت أنفسه. نجينا يا إلهنا. أين بتقول إنك عاوزني يا والدي؟ بنتي الحبيبة ديميانا رفض الجواز، مصرة. طب أبوك الراجل العجوز يعيش لوحده؟ أبي عاوزة أعيش مع المسيح. خليكي معايا هنا يا بنتي، هيكون معايا بنات كتير ولازم نتوحد. هاتيهم يعيشوا معانا هنا في القصر، القصر كبير زي ما انت شايفة. ابني لي بيت خارج البلد أعيش فيه أنا وصديقاتي مع المسيح، وبالطريقة دي أبقى قريبة منك وفي نفس الوقت عايشين منعزلين للعبادة والصلاة. أرجوك يا والدي. مهما تكلف البنا يا عم متى ما يهمكش، أنا عاوزه يطلع متقن جدا. مش عايز البنا يتوقف أبدا لحد ما تخلصوا من بنا القصر. بمجرد ما ننتهي من حفر الأساسات هتشوف بنفسك أعظم بنى. أحسن حاجة في حياة الإنسان هي البناء. خسارة مرقص حبيبي مجاش، كان نفسي أشوفه. هو بعت القمح والغلال وبيقول إن هو هيزور البلاط قريب يا مولاي. مرقص حكيم جدا. فعلا يا مولاي، وموضع ثقة والناس كلها بتحبه. يا ريت يا مولاي نضم ولاية الفرحة لحكمه ونكسب حكمته وحب الناس، وبالتالي نضمن ولاهم. عندك حق. لوسيان ابعت مرسوم بضم ولاية الفرحة لحكمه حالا يا مولاي. ازاي ازاي توافق يا مولاي الوالي؟ تقدر على بعدها؟ ما سمعناش ابدا انه بنات سلكوا الطريق ده، وازاي تشجعهم؟ انا ابدا. والقصر اللي بنيت؟ القصر ده انا بنيه لبنتي ديميانا وصديقاتي معايا. يا اميره يا اميره انت حره في تصرفاتك، لكن هيلانا هيلانا بنتي نفسي اشوف اولادها. الحياه مع المسيح افضل، وده الطريق اللي اختاروه بارادتهم. لكن يا أميرة. عن إذنكم. هيلانا
نعم يا والدي. أنا عاوز أطمن عليك يا بنتي، فكري. عن إذنك يا والدي. واضح إن الأميرة ملهاش يد، القرار من داخل البنات أنفسهم. السماء هتفرح بعرايسها. لازم تعرفوا يا إخواتي إن قربنا بالمسيح مش هيجي غير بالطهارة والتواضع، والطهارة والتواضع مش هيجوا إلا بالصوم والصلاة والسهر والتعب. أمنا دميانة تقبلي تكوني أمنا مسؤولة عننا، عن صلواتنا وأصوامنا وسهرنا. بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، نروح الكنيسة نشوف خدمتنا. يا رب يسوع المسيح ارحمنا. دميانا بتهرب من المجد الباطل، احنا احسن نخلي سيدنا يقنعها. بسم الآب، بسم الآب، والابن، والابن، والروح القدس، والروح القدس، إله واحد آمين، إله واحد آمين. نقولها كلنا مع بعض؟ أيوة. بسم الآب، والابن، والروح القدس، إله واحد آمين. ربنا يقويك انت واخواتك يا بنتي. عندي ليكي خبر حلو، المعلم متى البنا قرب يخلص شغله وقريب قوي تسيبه خدمة بيت الرب وتخدمه رب البيت يسوع المسيح فادينا. سيدنا رجاء محب اقنع دميانة تكون مسؤولة عننا. ربنا يرتب يا بنتي. حياة الجهاد الروحي هتبدأ بكرة، لازم نصلي بحرارة. المسيح إلهنا ما بيرفضش القلب المتواضع المنكسر. نخلي اتكالنا على الرب ونسير في طريقنا وهو يرتب لينا الخير. والروح القدس إله واحد آمين. احنا سيبنا العالم بإرادتنا، لكن العالم موجود جوه عقولنا، وعشان نطرده نرفض كلام العالم ونفتكر كل يوم إننا هندي جواب عن أعمالنا قدام عرش النعمة. ولن نخطئ، ومخافة الله هتسكن فينا، وإذا أخطأنا نحاسب أنفسنا كل يوم ونصلي من أجل خطايانا علشان يغفرها المسيح له المجد. يجب أن نحاسب أنفسنا كل يوم ونفتقد حياتنا بالتوبة، والتوبة هي طاعة لأوامر المسيح له المجد. الأمير دوريسيوس أمين خزائن الإمبراطور. حضرة الوالي، معي رسالة من مولانا الإمبراطور دقلديانوس. عظمة الإمبراطور قرر ضم ولاية الفرمة لحكمي. مبروك يا مولاي. ألف مبروك يا مولاي. ارتاح يا أمير، الرحلة كانت متعبة. أبدا، المتعب هو الحياة في القصر. جاليريوس ورومانوس، والأفظع منهم كبير كهنة أبولون الوثني اللي بيحمل المسيحيين أي مصايب أو متاعب تحصل في الإمبراطورية. إذا مطرت السماء يبقى الآلهة بتعيط على اللي جرالها بسبب انتشار المسيحيين، وإذا جفت الأمطار يبقى الآلهة غضبانة على تسامح الإمبراطور مع المسيحيين.
أكيد الإمبراطور مش هيسمح لهم بكده، لأن المسيحية دين محبة وتسامح، وكلنا بنؤمن بأن أي تجربة لازم تكون بسماح من السيد المسيح. طب ولوسيان رئيس الوزراء؟ مش قادر يقف ضدهم لأن مسيحيته تمنعه من التآمر عليهم. ربنا يحمينا كلنا. بالمناسبة لوسيان رئيس الوزراء عايز يخطب الأميرة دميانا لابنه، وأنا من ناحيتي أضم صوتي لطلب لوسيان. هي فين الأميرة؟ أحب أسلم عليها. الأميرة دميانا قررت إنها تكمل حياتها مع المسيح، عشان كده عايشة هي وزميلاتها في قصر خارج البلد. بلغ تحياتي واعتذاري لوسيان. دميانا اختارت النصيب الصالح، المسيح يحافظ عليها. يا أخت سلمى، يا أخت فيدي، تعالوا معي. المتوحدة بتكون في حالة صلاة دائمة، سواء كانت بتشتغل أو بتاكل أو بتقوم بأي نشاط آخر. بكلامكم مع بعض ممكن تكونوا منعت أخت ليكم من تكملة صلاتها، تسببتم في تشتيت أفكارها. ويل لمن تأتي بواسطة العثرات. أخطأت، سامحيني يا أمنا. أخطأت، سامحيني يا أمنا. عليكم تدريب على الصمت لمدة أسبوع. يا رب المجد، لا تقم لنا هذه الخطية، ارحمنا، أعنا، نجينا، اغفر لنا، ساعدني للوصول بالسفينة إلى بر النجاة. يعني إحنا هنسيب المسيحيين لحد ما يستولوا على كل شيء في الإمبراطورية؟ ما هو أسوأ شيء إن الإمبراطور ما بيهموش حاجة غير المال والقوة والنفوذ، بصرف النظر عن المعتقدات. لازم نشوف حل يعد لنا النفوذ والأتباع. ده حتى الذبايح والعطايا والهدايا بتقل كل يوم. لابد نخلي الإمبراطور يكره كل المسيحيين، مش بس اللي في القصر، لا، اللي في الإمبراطورية كلها. لازم نخلص من لوسيان رئيس الوزراء أولا، والبقية تأتي. شيفوس حارسك الامين يا مولاي لكانت ناجحت فعلتهم. شكرا وحمدا لالهتنا ابولو وارتميس اللي حفظوك من مؤامره المسيحيين يا مولاي. المسيحيين؟ المسيحيين يا رومانوس؟ ايوه يا مولاي، وعلى راسهم لوسيان رئيس الوزراء. لوسيان مولاي، حمد لله على سلامتك يا مولاي. لوسيان الحبيب رئيس وزراء الامين، شفت؟ عايزين يقتلوا الإمبراطور. الموت للخونة. حمد لله على سلامتك يا مولاي. هل أصابك أي مكروه؟ ما أنت شايفه سليم معافى. أنا بحملك مسؤولية اللي حصل ده كله. أنت كنت فين لما أشعلوا النار؟ كنت نايم. لولا إن إحنا في حضرة الإمبراطور أنا كنت عرفتك إزاي تتكلم معايا. وهل تجرؤ؟ طبعا. أنت عملت كده ومع مين؟ مع من هو أعظم مني.
رومانوس كفاية، لوسيان العزيز حبيبي ما يستحملش الإهانات دي كلها. من الآن فصاعدا يا مولاي، رقبتي في دح حياتك، أنا اللي حتولى حراستك بنفسي حتى لا يجرؤ أي خائن إنه يكرر اللي اتعمل مرة تانية. أحسنت أحسنت يا لوسيان، أنا عارف إن محبتك وحبك ليا هما اللي خلوك تقول الكلام ده. أحسنت. شكرا يا مولاي، بس أنا مش هسمح تاني مرة إنهم يولعوا النار أبدا. مولاي، الموت للخونة يا مولاي. نعم، الموت للخونة. خد الرجل ده واقطعه رقبته. أنا مش هنا إلا بخبر موت. أمرك يا مولاي. مولاي، الوداع يا لوسيان، عايز يموتني. أكبر ضربة لأكبر مركز، مبروك. الإمبراطور حكم بقطع رقبة رئيس الوزراء لوسيان. هي البداية فقط. ساعدينا بنورك يا أرتميسا، ساعدينا بقوة القمر، ترجع التقديمات والذبائح لمعابدك المنتشرة على الأرض، ونقضي على أتباع الدين الذي يهزم بقوتك، ونقضي على كل المسيحيين. لازم نكمل خطتنا للنهاية، لازم نقضي على أتباع المصلوب وتعليمه، ونرجع العزة للآلهة. بالهدوء والحيلة نقدر نعمل اللي فشل فيه كل أباطرة الرومان من أول حكم نيرون. نفسي أضطهدهم كلهم، نفسي أقضي عليهم في عهد دقلتيانوس. الوالي أخيلوس عايز ينفرد بحكم اسكندرية، ده تمرد. لولا شعب اسكندرية المسيحي اللي بيساعده ما كانش يقدر يعمل كده لوحده. أمال فين جيوش الرومان اللي بتحمي اسكندرية؟ للأسف يا مولاي، قائد جيش الاسكندرية الأمير ياستس بيساعد على التمرد ده وانضم إلى أخيلوس. يعني إيه؟ اسكندرية ضاعت؟ مش ممكن. جهز جيش واسترد اسكندرية، ويعدم أخيلوس وياستس وكل أعوانهم. الإمبراطور مش هيرحمنا، مش هيرحم بنات ياستس. وهنهرب فين يا إيلاريا؟ نروح البرولوس، أبونا كان بيشكر في الوالي مرقس وبيأكد إنه من أعز أصحابه، وقال لي لو مت روح المرقس حاكم البرولوس والزعفرانة. وهنهرب إزاي والإمبراطور بيدور علينا في كل مكان؟ متخافوش، أنا كنت عاملة حساب اليوم ده. ايوه مستنيك هناك. قلت ايه؟ هاخد 1000 حته ذهب يا ست البنات، انت واخواتك الثلاثه. كتير. بنات الامير ياستس اللي بيساعد أخيلوس، تمنهم غالي قوي يا ست البنات. موافق. السفر امتى؟ بكرة، بكرة في الفجر يا ست البنات. Thank you.
معاهم ثروة ذهب. ناخد الذهب ونقتلهم. يا بيض لا 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 نبيعهم سوق جوري. مالك يا امير؟ مين دول؟ ضيوف للوالي. ضيوف؟ ضيوف بس الوالي في الفرمه. هوديهم عند الاميره دميانه وابلغ الوالي. اقول له مين؟ احنا بنات الامير يسطس قائد جيوش اسكندريه. وايه اللي حصل لكم؟ يرتاحوا الاول وبعدين نعرف كل حاجه. يا امينه دميانه، ايه اللي حصل لكم؟ سيلا عاوزك ومعاه اربع بنات. خليهم يدخلوا، جهزي المائدة وجهزي مكان يرتاحوا فيه. حاضر. يا أخت أغادي، ابعتي سيلة لسيدنا الأسقف، العزارة هيزيدوا أربعة ولازم يكون موجود معانا. أمنا دميانة عاوزة سيدنا الأسقف يا سيلة. حاضر. اتفضلوا معايا، أمنا دميانة هتقابلكوا بعد ما ترتاحوا شوية. أمنا دميانة، احنا عايزين الوالي مرقص او الاميره بنته. امنا دميانه هي الاميره بنت الوالي مرقص. وانتي بنتها؟ بنتها في الايمان برب المجد. مش فاهمه. ارتاحوا ولما تقابلوا امنا دميانه الاميره تبقى تقولك. اتفضلوا. وما تعرفش يا امير مرسيليوس هم جايين ليه؟ ابوهم فين وايه اللي جراله؟ مش عايزين يتكلموا ولا في حضورك يا جناب الوالي. وهما فين دلوقتي؟ سيلا خدهم عند الاميره دميانه. ليه؟ ده ابوهم الامير يسطس وسني وبيعبد ابولون، يعني بناته طالعين زيه. ابدا، وشهم منور زي ما يكونوا لسه متعمدين. مناسب قوي التوب ده. متشكره. جربوا جربوا. اللي بيحب الله بيحب كل الناس. احنا اخوات وبننفذ تعليم المسيح. فعلا اجمل التعليم. انتي مسيحيه؟ يا ريت. طول عمرنا بنعبد أبولون لحد ما مات أبونا. رحت المعبد وبخرت وطلبت منه ينقذنا. وبعدين؟ كنا هنتباع في سوق العبيد أنا وإخواتي، وأنا في إيد تجار العبيد طلبت المصلوب. المجد الاسم القدوس. وعدته وأنقذني أنا وإخواتي أعظم إله، والباقي نجاسة وشر. اللي يساعد الناس كده لازم تكون تعليمه سامية. علميني المسيح. يعني ده آخر كلام يا بنتي؟ أيوة يا سيدنا، هعيش مع أمنا دميانة أنا وإخواتي. أنا مش عايزة غير خلاص نفسي ويسوع المسيح يقويني بتدبير نيافتك وتدبير أمنا دميانة. ربنا يقويك يا بنتي ويساعدك، ويبعد عدو الخير عنك وعن كل اللي معاكي، ويقوي أمنا دميانة ويرشدها. اذكرني في صلواتك يا سيدنا. صلوات القديسين يا بنتي. ربنا يقويكي ويساعدك. الحصاد كثير لكن الفعل قليلون. ربنا معاكي ويرحمنا كلنا وينجينا من عدو الخير. أنا لازم أسافر علشان أشكر الإمبراطور دقلديانوس على ثقته فيا، وأشرح له ظروف ولاية الفرمة والاستقرار اللي احنا وصلنا له. الأحوال مش مستقرة في نيكوميديا. نستنى شوية لما نعرف حقيقة الموقف وبعدها بسافر. ما تخافش اطمن، مش هيحصل أي حاجة. أنا واثق من حب الإمبراطور ليا. الآلهة مش بتقبل عطاياك يا مولاي. الآلهة غضبانة منك. غضبانة مني؟ أنت بتقول إيه؟ اديتك الانتصار على الفرس، رجعت لك اسكندرية من أيدي أعدائك المسيحيين، نصرتك على كل مؤامراتهم،
انقذتك من الحريق وانت نايم في قصرك، اديتك العرش اللي انت قاعد عليه. ممكن تقول لي اديتها ايه؟ المسيحيين بيلعنوها، بيقولوا عليها حجاره سكنها شياطين. الرحمه يا ارتميس، الرحمه يا ابولو. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ لازم كل اللي بيسب الالهه يجي يطلب رضاها، يقدم الذبايح، يبخر لها ويسجد لها ويطلب المغفره، والا ما تجيش هنا تاني. ايه؟ بتقول ايه؟ سامحني يا مولاي، انت تقدر تعدمني على طول لساني مع جلالتكم، بس مش هتقدر على اسيادي والهتي اللي هتنتقم لنفسها بنفسها. الرحمه، الرحمه يا أبولون، الرحمه يا ارطميس. من هنا ورايح شعب الامبراطوريه كله لازم يجي يسجد ويبخر لمنشئ الاكوان أبولون العظيم، واللي يرفض يموت. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا وبذل نفسه عنا. النفس المحبة لله سعادتها في الله وحده. محبة الله هي فردوس كل النعيم الذي فيه شجرة الحياة وما لم يخطر على قلب بشر. فمن يدركه لا يموت، لأنه يأكل بلا تعب من الخبز الذي نزل من السماء والذي يهب الحياة للعالم. فمن عاشت في حب المسيح تنسمت نسيم الأبرار بعد القيامة. والحب هو المسيح، لأن بولس الرسول يقول إن الله محبة. عشان كده لازم نحاسب نفوسنا باستمرار ونقول عملنا ايه من اللي بيحبه ربنا وعملنا ايه ما بيحبهوش ربنا، عشان نقدر دايما نتوب عن جميع خطايانا. والرب قادر ان يعيننا حتى نبلغ بر الامان والنجاة مع الابرار والقديسين. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الان وكل اوان وإلى ظهر الدهور، آمين. تفضلوا نصلي. ها، وأنت يا وزيري ماركلينوس بتعصى أوامري ومش عايز تبخر وتسجد للآلهة؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. وأنت دوريسيوس؟ الرب نوري وخلاصي، من من أخاف؟ عظيم. جاليريوس! أمرك يا مولاي. عاوز أسمع صراخهم هما الاثنين. حاسه بتجربه شديده، لكن بنعمه السيد المسيح هنعديها، وبقوه الايمان هننتصر على الشيطان. انت هتعلمني اعمل ايه ولا ايه؟ ده واجب الصداقة يا مولاي. مولاي اتفضل، تعال تعال اوري لك اللي بيعصى اوامري بيحصل له ايه. ناوي تسجد لأبولون عظيم ولا لا؟ لا، لن أسجد إلا للإله
خالق السماء والأرض يا رب يسوع المسيح، منحني قوة كي أشاركك أتعاب وألام صليبك المحي. يا يسوع تحنن علي. ماركلينوس، سأسجد يا مولاي، سأسجد. وانت يا مرقص، عقلت ولا لسه؟ استمع يا رب بصوتي ادعو فارحمني، استجب لي، ثبت عبدك في الايمان يا يسوع. عمنا دميانة، نعد العمل. انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت؟ وانت هتبخر انت كمان. لا مش ممكن. جاليريوس، امرك يا مولاي. علمه ازاي يقول حاضر. فتح يا رب عين العميان عشان يشوفوا نورك ويمجدوا اسمك. يعني مش عاوز تسمع الكلام، هتموت. ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن. مش نقطة. لازم الامبراطور يصدر امر بشانه. احط ده مكانه. لا لا، ده ما يستحملش. الامبراطور ممكن يعدلنا بسببه. عذابه انه يفضل كده للصبح. انا بحبك يا مرقص، بخر عشان خاطري. وسيب المسيح. انت شيخ حكيم، والالهه ادتنا النصر على الفرس واعداء الامبراطوريه. ازاي تتعبد لمصلوب رمزه هو رمز الخزي والعار عند اليهود والرومان؟ انا عبد الرب ومخلصي يسوع المسيح. بعد اذن مولاي، حرام تموت وبنتك الجميله ديميانا تبقى جاريه في القصر وممكن تتباع في سوق العبيد. ويا سلام لو قلنا للامبراطور انك مخبي بنات يوستس الخاين عندك. البنات مش عندي، عند دميانة في القصر. هتسجد ولا لا؟ انا هعمل كل اللي تقوله عليه. حكيم يا مرقص. ازاي حالك يا غابي يا بنتي؟ بخير. امي دميانة عاوز ابحث ثمنها. حاضر. سيلة، اهلا يا سيلة. معايا سجادة وشوية قفا. دخلهم يا سيلة. زي حال البنات؟ بخير. مش عاوزين حاجة؟ قالوا لي هات لنا شوية قمح. مش هيرضوا يا ابني، الظروف اتغيرت ويلزمهم قمح كتير.
ما يرضوش ياخدوا حاجة ما اشتغلوش بيها. المسيح يقويهم ويصبر دميانة. يا سيلة سيلة يا سيلة، سمعت اللي حصل؟ اديني القمح خليني امشي. إيه إيه الكلام الكلام اللي سمعته عن الوالي ده صحيح؟ كلام ايه بقى؟ ما تعرفش انه بخر لابو اللون؟ مين اللي قالك ده؟ الخبر مال البلد كلها. انت بتقول ايه؟ الوالي ليه عمل كده يا سيدنا؟ الشيطان يا بنتي، ده مش محتاج حاجه من الدنيا، بخر الاوثان. طب ليه؟ عشان مجد العالم الفاني. محدش عارف ايه اللي حصل، نستنى لما يرجع ونساله. الحمد لله على السلامه يا مولاي. ازيك يا سيلة؟ صحيح اللي انا سمعته؟ المسيح دايما بينادينا، بينادي اولاده. يعني انا ممكن اسمع صوت المسيح؟ ايوه. واللي ما يسمعش صوت المسيح؟ الشيطان يمسك ودانه ويخليه يسمع حاجات مش كويسه. حب المسيح دايما يا دميانة، حب المسيح. الحمد لله على سلامتك يا ابي. بنتي دميانة، أنا مش مصدقة اللي سمعته. بيقولوا إن الوالي مرقص بخر الأصنام، هو ده صحيح؟ بنتي أنا مش قادرة أتخيل إزاي هان عليك رب المجد اللي فدانا على خشبة الصليب بدمه وأقمنا معاه وخلصنا من عبودية الشيطان. يا بنت أنا مش عارف أقول إيه. خفت على مركزك ولا على نفوذك ولا على ثروتك، ولا حبيت تجامل الإمبراطور ونسيت أبديتك؟ يا بنت دول هددوني بأكتر من الجاه والمركز والمال، هددوني بك أنت يا حبيبتي إنهم ياخدوكي جارية في البلاط بعد ما يقتلوني. يا ريتك كنت صمدت أمام تهديدهم، كان أشرف لينا نسمع خبر انتقالك من أن نسمع خبر خوفك على نفسك وعليا. ضعفت قدام تهديدهم ليا بيك يا بنتي. أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا يا دميانة. أنا مش مهم يا بنتي، مش مهم. يعني بعت المسيح علشاني؟ وأنت اللي علمتني الحروف الأولى من الإيمان بالمسيح، وإن قوة المسيحيين ما بتظهرش إلا في الشدائد. اللي حصل يا دميانة ما يعبرش عن إيماني اللي جوايا. من ينكرني قدام الناس أنكرها أمام ملائكة أبي الذي في السماوات. أنا غلطت يا دميانة، غلطت. دي مش غلطة، ده هلاك. الكتاب بيقول من ذبح لآلهة أخرى يهلك، كل آلهة الأمم نجاسة. ما تخافش عليا، روح أعلن إيمانك بالمسيح، مش مهم اللي يحصل بعد كده. خيرا لي أن أسمع خبر استشهادك من أن تموت ذليل جاحد عبد للشيطان. اغفر لي يا ربي يا يسوع، اغفر لي انا عبدك الخاطئ، اغفر لي انا الجاحد، انا الذليل المهان، اغفر لي يا يسوع. يا عابد الشيطان، أنا
أنا مسيحي، أنا مسيحي، مسيحي. أنت بتقول إيه؟ أنا عبد الإله ومخلصي، رب المجد يسوع المسيح. أنا لا أؤمن إلا بالآب والإب والروح القدس. مجنون. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي. اغفر لي، اغفر لي يا رب يسوع، اغفر لي، اغفر لي. ارموه في السجن. استشهد. يردوس النعيم يا أبي. كحد الشيطان قدام الإمبراطور بشجاعة وقوة. بس مالك يا سيلة؟ الاضطهاد وسفك دماء المسيحيين في كل مكان. دورنا جاي سيلة. إن كان الله معنا فمن علينا؟ حبيبي مرقص مات. مرقص خاين. مرقص مخلص مطيع. أكيد حد أثر عليه خلى يخونك. لو أعرفه. أصل قول ما تخبيش عني أي حاجة. الوالي مرقص عنده بنت اسمها دميانة،
قاعدة في قصر بتتعبد للمصلوب ومعها 40 عذراء وبتعصي الشعب ضد أوامر مولاي دقلديانوس. وليه ما قلتليش قبل كده؟ البنت دي خطر على الإمبراطورية كلها يا مولاي. عايز أمير يكون قلبه حجر. نبعت نجيب الأمير مكريانوس يا مولاي. لا، أنا تبعتولي تجيبوا الأمير زيلوس. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. والمجد لله دائما، آمين. مولاي الإمبراطور المعظم دقلديانوس. جبت الأمير زيلوس؟ الأمير زيلوس. الأمير زيلوس في خدمة مولانا المعظم الإمبراطور دقلديانوس. زيلوس، خد 100 جندي من اللي قلبهم زي الحجر واطلع الزعفرانة اقتل كل المسيحيين اللي هناك، مش عايز ولا مسيحي على أرضي. وبعد كده تطلع البرولوس تقتل دميانة والعذارى اللي معاه بطريقة العبيد، بطريقة مهينة. أمر مولاي. زيلوس، حاول تتفاهم معاها، اوعدها بالمال بالجاه بالسلطان، واذا رفضت عذبها وبعد كده موتها. امر مولاي. سيبوهم للنسور تاكلهم. الإمبراطور لازم يعرف احنا متمسكين بالمسيح قد ايه. اللي عاوزة تهرب من التجربة تخرج من باب القصر بهدوء، الحرب هتكون شديدة. كلنا معاك يا أمنا، لنا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ربي عيننا يا مخلص. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. مين؟ الأمير زيلوس رسول
الامبراطور دكتوريانوس. افتح الباب يا غالي. اهلا يا امير زيلوس. السلام للاميره ديميانا، رمز الجمال وفخر الممالك. تحت امرك. الامبراطور سمع عنك وامر بالهدايا والذهب وكل اللي تطلبيه. والثمن؟ تجحدي المصلوب وتعبدي آلهة الرومان أبولون وأرتميس. معقول أعبد شوية حجارة سكنها شياطين وسبتم الإله الحقيقي خالق السماوات والأرض؟ روح لإمبراطورك ورجع له هداياه وذهبه. مش قبل ما أقطع إيديكي وأكويكي بالنار وأشوه جمالك. مسكين، الشيطان مسيطر عليك، ربنا يرشدك لطريق النور. علقوها على الهمازين، قطعوها. في القصر مع بلدها. نزف الدم كتير، مش هتستنى للصبح. خسارة في الموت. متمسكة بإلهها. إذا عاشت للصبح لازم أخليها تغير رأيها في المصلوب. إليك يا رب صرخت، أسرع إلي استغيل صوتي عندما أصرخ إليك يا إلهي. وشبعت موت.
ممكن، مستحيل. ده صح، اقتلوهم اقتلوهم كلهم. حطوا عليها ملح وخل وجيل حي. نص البلد مات بسببك. بخري الابولون وانا اوعدك اني همشي على طول، وبإعبدي المصلوب على كيفك بعد كده. هل يقدر اعمى ان يقود اعمى؟ اما يسقط الاثنان في حفره. ايها الجنود اكملوا. الرجال ما يستحملش العذاب ده كله وهي بتبتسم بتصلي. حطوها في الزيت المغلي. ارحمنا يا إله دميانة، نشهد لقوتك. ارحمنا يا عظيم الآلهة، نشهد لمجدك يا يسوع. وفي ايه تاني؟ وفي جنود سجدوا للمصلوب. اقطع رؤوسهم كلهم، حط دميانة في السجن، مش عايز اسمع عنها اي حاجة. انا تعبت تعبت تعبت. تقطع رأسها وترتاح وتنتصر عليا؟ لا، لازم تبخر الاول، لازم تبخر الاول. بيفكر المسيح انتصر عليه. طب هم شويه، دميانة واقفه قدام خيمته اهي. مش مكفيكي دم كل اللي ماتوا دول؟ دول نالوا كنين الاستشهاد وارتاحوا من تعب العالم، راحوا عند المسيح وانا هحصلهم. دميانة انت كريمة الاصل، سيرتك بيتكلم عنها كل الناس. بخري الابولون وانا اوعدك. لكم عيون ولا تبصرون، لكم اذان ولا تسمعون. ليه؟ ليه بتعبد الشيطان؟ بص شوف نور المسيح مخلص العالم وخالق جميع الأشياء. الظاهر إن التفاهم معاكي مش هيجيب نتيجة.
ديدوس هات أدوم واخبطها على دماغها يمكن تغير رأيها. يا يسوع يا عذراء يا أم النور يا يسوع. أنا مسيحي، أنا عبد المصلوب. ديدوس ديدوس انت بتقول يا ديدوس مجنون؟ ديدوس مجنون؟ ايه في ايه؟ انت لسه نايم؟ زيلوس قطع جسد دميانة ورماها لوحوش الغابة. يلا يلا بينا نكفنها ونخبي جسدها قبل ما الوحوش تاكلها. يلا بسرعة. يلا. بس مش ممكن الوحوش تاكلها لأن المسيح مش هيأذن لها. يلا. لك أقول أيتها الإبنة المباركة دميانة قومي من غير فساد. وذا الآن أعددت لك إكليل عرسك السمائي في فرح الدائم، وها أنا ذا أجعل اسمك ينادى به بالعجائب في هذا الموضع الذي تبنى فيه كنيسة باسمك، وتأتي الجموع من كل مكان وتحل بركتي وبركة أم العذراء مريم في هذا المكان إلى الأبد. سيد الأمير، احنا عددنا بقى 20 وخايف نقل كمان، اصدر أمر بعدم. ما أنا قتلتها قطعت جسمها كله، المصلوب رجعها تاني. اقطع راسها بالسيف. خلاص اقطع راسها بالسيف هي والأربعين عذراء معاها. حتى طريقة موتها بتتحكم فيها.
دير القديسة ديميانا أو ديميانا كما يطلق عليها أهل المنطقة في براري بالقاس بمحافظة كفر الشيخ، فيما كان يعرف قديما بالبرولوس والزعفران، وذلك لوجود بحيرة البرولوس في نطاقها. ومساحة الدير حوالي 2 فدان أو نحو 8000 مترا مربعا، وهو مستطيل الشكل يحيط به سور كبير يضم جميع مباني الدير وكنائسه. وفي الناحية الشرقية الجنوبية للدير توجد ربوة مرتفعة تسمى بالأرض الحمراء، ويقال أن هذه المنطقة تعلو القصر الذي بناه مرقس والي البرولوس لابنته ديميانا في نهاية القرن الثالث الميلادي. وقد سميت بالأرض الحمراء نسبة إلى أنها ارتوت بدماء الشهيدة العظيمة وصاحباتها 40 عذراء وغيرهن من الشهداء، وهو ما تحاول الكشف عنه عمليات التنقيب في المنطقة والتي تقوم بها مصلحة الآثار المصرية. استطاعت سيرة القديسة ديميانا العطرة أن تجتذب الملكة هيلانا والدة الإمبراطور البار قسطنطين لتتبارك من جسدها المقدس ولتبني لها مقبرة فخمة وكنيسة عظيمة في البراري قام بتكريسها البابا ألكسندروس 19 في عداد بطريقة الكرسي السكندري في يوم 12 بشانس 20 مايو، وأن تجتذب الكثيرين ليقتدوا بحياتها وليلتمسوا بركتها وقوة طلباتها المستجابة عنه. ويضم الدير 6 كنائس هي كنيسة الشهيدة ديميانا وكنيسة العذراء وماري جرجس المزاحم والكنيسة الأثرية وكنيسة السيدة العذراء التي تقع فوقها وكنيسة الأنبا أنطونيوس، ثم كنيسة المنامة وهي أهم كنائس الدير لأنها تحتوي على قبر القديسة ديميانا والـ40 عذراء، ولذلك سميت بالمنامة. ذلك أصدر مني في طلب الرحمن عريسك أبدي معطيك كل النعمة كي يلهمني بقليل في وسط عجيبك ويعطيني الدليل في قوة. ولازلنا نلمح على جدران هذا القبر المقدس رسائل وطلبات من محب القديسة والراجين استجابتها. بدأت الحياة الرهبانية بدير القديسة ديميانا بالبراري بصورة بسيطة في عهد المتنيح الأنبا إندراوس أسقف دمياط السابق، وبعد نياحة هذا الأسقف الطوباوي في عام 1972 قام قداسة البابا شنودة الثالث بصيامة الحبر الجليل نيافة الأنبا بشوي أسقفاً لدمياط وكفر الشيخ والبراري، لتبدأ من هذا التاريخ صفحة جديدة ومشرقة لهذا الدير العامر. فقد قام نيافة الأنبا بشوي بقبول رغبات الرهبنة وسعى بكل جهده ومحبته لدى قداسة البابا المعظم للاعتراف بالرهبنة في دير القديسة ديميانا، فكان له ما أراد وأصدر المجمع المقدس وثيقة الاعتراف الرسمي بالدير ليصبح الدير السادس في عداد أديرة الراهبات القبطية. وبالتالي بدأت الحياة الرهبانية في الدير تأخذ شكلها الرسمي والروحي، وليعود مجد هذا الدير القديم، وخاصة بعد أن تم بناء دير جديد للراهبات يعد تحفة معمارية من الفن القبطي. تحتفل الكنيسة القبطية بالقديسة ديميانا الشهيدة بعيدين، هما عيد استشهادها في 13 أكتوبر 21 يناير، وعيد تكريس كنيستها بدرها العامر في 12 بشانس 20 مايو. ولقد اعتادت الجموع أن تحتفل مع الدير باحتفال
حلفانا رئيسيا للقديسة دميانا في عيد تكريس كنيسة، حيث يتوافد على الدير الألوف من كافة أنحاء الجمهورية لنوال البركة، ومن ثم يقوم الدير بإعداد الخيام لسكن الزوار في الأراضي المجاورة له شرقا. ويشتمل هذا الاحتفال على قداسات إلهية في كنائس الدير وموكب لأيقونة القديسة دميانا في كل أرجاء الدير وخارجه، حتى ينتهي المطاف بالكنيسة الكبرى بصلوات العشاء. سيبقى دير القديسة دميانة في برامج القاز على مر الأجيال مقصدا لكثير من محبيها الذين على مر الأجيال السابقة لمسوا مقدار الكرامة المعطاة لها من الله لشدة محبتها لها، ولتشملنا جميعا بركة وصلوات القديسة العفيفة دميانة والأربعين عذراء الشهداء على رأس المسيح.